اسمي روان إيهاب، أنا في جامعة الملك سلمان كلية العمارة. أكتر حاجة في الجامعة بحبها إنها بتدينا كل الفاسيلتيز اللي احنا محتاجينها اللي احنا نوصل لأعلى مستوى. كمان الجامعة فيها فاسيلتيز كتيرة قوي، سواء ترفيهية خدمية، كمان فيها فاسيلتيز كتيرة رياضية، في دورمز على أعلى مستوى. بالنسبة لكلية العمارة بيبقى بتنقسم لشقين مهمين. أول شق هو الشق العملي اللي احنا بنشتغل على اكتيفيتيز براكتيكال كتير جدا، سواء بره الجامعة بنروح نزور كتير قوي مشروعات under construction بنشوفها على الحقيقة وبندرسها، وفي الكلية بنعمل كتير practical models بنشتغل على المهارات بتاعتنا سواء بالpractical models أو الديجيتال سكيلز، وكمان بنهتم قوي بدراسة القضايا المهمة اللي موجودة دلوقتي في العمارة، زي قضية موجودة ومنتشرة الأيام دي جدا هي green architecture و sustainability.